السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أيام أصدرت وكالة أنباء رويترز تقريرا مثيرا للجدل، قمت بترجمته خصوصا مع انحياز رويترز النسبي باتجاه السياسة الاستيطانية لإسرائيل، والذي يعني تبنيهم الرواية الإسرائيلية لما يحدث في غزة. جهز فنجان قهوة أو شاي حسب رغبتك، وخلينا نتكلم اليوم عن لماذا يثير نزوح الفلسطينيين في حرب غزة قلق الأمم المتحدة والعرب. وقبلها لايك اشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، لأن يوتيوب بالفعل يمارس ضغوطات لمنع انتشار المحتوى الداعم للحق الفلسطيني. وشارك المحتوى مع من تحب، ولا تنسى ان تشوف صندوق الوصف إذا حاب تتبرع لإخواننا في غزة، خصوصا مع بداية الشتاء وفي ميزان حسناتكم. أثارت أوامر إسرائيل لسكان غزة بالتوجه جنوبا نحو الحدود المصرية أثناء هجومها والأوضاع الإنسانية المتردية مخاوف العرب والأمم المتحدة من احتمال إجبار الفلسطينيين في نهاية المطاف على عبور الحدود. وتنفي إسرائيل أن يكون لديها أي خطط لدفع الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء المصرية في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق هدفها المتمثل في تدمير حركة المقاومة الإسلامية حماس في أعقاب الهجوم المدمر الذي شنته الحركة في 7 أكتوبر، وتقول أنها طلبت من سكان غزة التحرك حفاظا على سلامتهم. لكن ماذا وراء المخاوف؟ لطالما شعر الفلسطينيون بذكريات النكبة تطاردهم وتحيطهم بأشباح طرد 700,000 منازلهم مع إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948. فقد طرد أو فر كثيرون منهم إلى الدول العربية المجاورة بما في ذلك الأردن وسوريا ولبنان، وما زال كثيرون منهم أو أحفادهم يعيشون في مخيمات اللاجئين في هذه الدول، وبعضهم ذهب إلى غزة. وتشكك إسرائيل في الرواية التي مفادها أنهم أخرجوا من ديارهم. وشهد الصراع في الآونة الأخيرة قصفا إسرائيليا غير مسبوق وهجوما بريا في غزة، مما أدى إلى تدمير المناطق الحضرية في جميع أنحاء القطاع. ويقول فلسطينيون ومسؤولو الأمم المتحدة أنه لم تعد هناك أي مناطق آمنة داخل غزة يمكن اتخاذها كمأوى. ماذا حدث خلال هذا الصراع؟ قبل شن إسرائيل هجومها البري على غزة، طلبت في البداية من الفلسطينيين في شمال غزة الانتقال إلى ما قالت أنها مناطق آمنة في الجنوب. مع توسع الهجوم طلبت منهم إسرائيل التوجه جنوبا نحو رفح الواقعة بجوار مصر، الدولة الوحيدة غير إسرائيل التي تشترك في حدود مع القطاع الذي يبلغ طوله 40 كيلومتر فقط وعرضه بضع كيلومترات. وجاء في بيانات لتقديرات الأمم المتحدة أن نحو 85% من 2.3 مليون نسمة يقطنون قطاع غزة، الذي يعد واحدا من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في العالم. نزحوا بالفعل من منازلهم وهم الآن مكدسون في مناطق أصغر حجما بالقرب من الحدود. لكن ماذا حدث في السابق على حدود غزة؟ لم تقع حرب بهذه الضراوة في غزة من قبل، لكن في الصراعات والاشتباكات مع إسرائيل في السنوات القليلة الماضية لم يحدث فرار جماعي من غزة عبر الحدود، لكن وقعت حوادث تم فيها اختراق حدود غزة مع مصر، على الرغم من أن عدد العابرين كان بالمئات أو الآلاف، ولم يكن هؤلاء الأشخاص يبحثون عن مأوى أو يريدون البقاء. وفي عقاب الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005 اخترق الفلسطينيون السياج وتسلق بعضهم مستخدمين الحبال. وفي أحد الأماكن نفذ مسلحون فلسطينيون عمليات ارتطام بحاجز خرساني لإحداث فجوة. واخترقت حماس الحدود مرة أخرى عام 2008 متحدية الحصار الذي فرضته إسرائيل، فيما تشدد مصر الإجراءات على الحدود بعد أن انتزعت الحركة السيطرة على قطاع غزة عام 2007 من السلطة الفلسطينية
وظلت الحدود مخترقة لمدة 10 أيام تقريبا قبل أن تعيد مصر إغلاقها. لكن هل يمكن حدوث نزوح كبير في هذا الصراع؟ يقول كثير من الفلسطينيين داخل غزة أنهم لن يغادروا حتى لو أتيحت لهم الفرصة، لأنهم يخشون أن يؤدي ذلك إلى نزوح دائم آخر في تكرار لما حدث في نكبة عام 1948. وفي الوقت نفسه ظلت مصر تحكم إغلاق حدودها باستثناء السماح لبضع الآلاف من الأجانب ومزدوجي الجنسية وعدد قليل آخر بمغادرة قطاع غزة. وتعارض مصر ودول عربية أخرى بشدة أي محاولة لدفع الفلسطينيين عبر الحدود. وتفوق نطاق هذا الصراع على أزمات وانتفاضات غزة الأخرى في العقود الماضية، وتتفاقم الكارثة الإنسانية للفلسطينيين يوما بعد يوم، مما يتركهم بغير ما يكفي من الغذاء أو الماء، في حين ما زال عدد قليل من المستشفيات يعمل. ماذا تقول الدول العربية والأمم المتحدة؟ منذ الأيام الأولى للصراع قالت الحكومات العربية لا سيما مصر والأردن جارتا إسرائيل أنه يتعين أن لا يطرد الفلسطينيون من الأراضي التي يريدون إقامة دولتهم عليها في المستقبل، وتخشى هذه الدول مثل الفلسطينيين أن تؤدي أي حركة جماعية عبر الحدود إلى تقويض احتمالات التوصل إلى حل الدولتين وترك الدول العربية تتعامل مع العواقب. ومع تفاقم الأزمة الإنسانية ضم كبار مسؤولي الأمم المتحدة أصواتهم إلى المخاوف بشأن حدوث نزوح جماعي. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الأحد: أتوقع أن ينهار النظام العام تماما قريبا، وقد تتكشف فصول هذا في وضع أسوأ يتضمن الأوبئة وزيادة الضغط من أجل نزوح جماعي إلى مصر. وكتب فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين أناروا في صحيفة لوس أنجلوس تايمز يوم السبت: التطورات التي نشهدها تشير إلى محاولات نقل الفلسطينيين إلى مصر، بغض النظر عما إذا كانوا سيقيمون هناك أو سيتم إعادة توطينهم في مكان آخر. في المقابل تقول الحكومة الإسرائيلية أنها تطلب فقط من الفلسطينيين مغادرة منازلهم مؤقتا حفاظا على سلامتهم، لكن تعليقات بعض الساسة الإسرائيليين وبعضهم مقربون من الحكومة تثير مخاوف الفلسطينيين والعرب من نكبة جديدة. فردا على سؤال حول هجوم الجيش الإسرائيلي وتهجير سكان غزة، قال وزير الزراعة وتطوير القرية الإسرائيلي آفي ديختر للقناة 12 الإسرائيلية في 11 نوفمبر الماضي: هذه هي نكبة غزة، ومن الناحية العملية لا توجد طريقة لإدارة الحروب بالطريقة التي يريدها جيش الدفاع الإسرائيلي داخل أراضي غزة والحشود بين الدبابات والجنود. ودختر عضو في حزب ليكود الذي يزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو أيضا وزير في المجلس الوزاري المصغر. وبعد أن قال وزير الخارجية الأردني وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يوم الأحد أن الهجوم الإسرائيلي مجهود ممنهج لإفراغ قطاع غزة من سكانه، وصف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إليون ليفي تلك التعليقات بأنها اتهامات سافرة وكاذبة. وإنت تشرب قهوتك في فنجانك، لا تنسى التبرع لإخوانك وأيضا الدعاء، وهذا أقل دعم تقدمه لهم. طبتم وطابت مقاومتنا شامخة ودامت المثلثات الحمراء.